دلوقتي نروح مع حضراتكم لأخبار النادي الأهلي زي ما احنا متعودين وفرقه المختلفة والأنشطة كمان اللي بيقدمها مع مراسلتنا سالة حامد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. سالة بنصبح عليكي أنا وكريم وكل جمهور دلوقتي قناة الأهلي بيسمعك، اتفضلي. يا صباح الفل يا نهواند، ويا صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. يعني خليني في البدايه قبل ما اخدكم في جوله سريعه حول كل الاخبار والاجواء هنا في الفتره الصباحيه من مقر النادي الاهلي بالجزيره، خليني انا كمان يعني ابارك واهني سيدات السله بفوزهم بلقب السوبر المصري، يعني بعد ما فازوا على نادي هليوبلس بنتيجه 92-62، ويعني المباراه اللي شهدت تألق كبير وأداء متميز من لاعبات النادي الأهلي زي تألق نادين سلعاوي، رضوى محمد، ثريا محمد، كابتن الفريق دينا عمرو، والمحترفة كايلا. يعني زي ما جمهور النادي الأهلي عارف وزي ما انت نهاوند عارفة وكريم انه دايما سر فوز النادي الأهلي في المباريات المهمة والبطولات بيكون روح النادي الأهلي وروح الفانيلا الحمراء، يمكن ده اللي قالته كابتن الفريق دينا عمرو أمس خلال تصريحاتها بعد المباراة. قالت انه يعني فوزنا النهاردة بلقب السوبر المصري هو روح النادي الاهلي والرغبة الكبيرة اللي كانت عند لاعبات النادي الاهلي ان هم توجوا بلقب السوبر المصري على حساب نادي هليوبلس. خليني بقى اروح لاخبار النادي الاهلي واخدكم في جولة سريعة حول الاجواء هنا. الاجواء هنا هواندي يعني هادية، في عدد مش كبير يعني عدد بسيط من اعضاء النادي الاهلي. يمكن وانا داخلة النهاردة من البوابة شفت عدد من اعضاء النادي الاهلي الرواد كانوا قاعدين بيستمتعوا بالاجواء في النادي وبالجو، وعدد اخر كان متواجد في ملعب مختار التتش، يعني كانوا بيشجعوا بعض على ممارسه الرياضه ويعني ان هم يأدوا بعض التمرينات قبل تمرين الفريق الاول لكره القدم، وان هم يعني يتمرنوا عشان يحافظوا على لياقتهم البدنيه وحالتهم الصحيه. كمان في عدد اخر متواجد في صالات الجيم، وكمان يعني كان في تدريب للسباحة بالنادي الأهلي في مجمع حمامات السباحة. التمرين كان من الساعة 5 الفجر حتى الساعة 8 صباحا استعدادا للمرحلة المقبلة اللي هتشهد مباريات كتيرة جدا في جميع البطولات. خليني بقى أنتقل وأروح لأخبار النشاط الرياضي. وبعد فوز سيدات السلة بالسوبر المصري، سيدات السلة هيكونوا في راحة سلبية لمدة 48 ساعة من التدريبات، وهيعودوا مرة أخرى التدريبات يوم الجمعة إن شاء الله استعدادا للمباراة مباراة مصر للتأمين يوم الاثنين ان شاء الله. سيدات السله هيبتدوا مشوارهم في بطوله السوبر دوري السوبر عفوا للسيدات يوم الاثنين امام نادي مصر للتامين الساعه 6 على صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني دي هتكون اول مباراه في دوري السوبر، طبعا بنتمنى التوفيق لسيدات النادي الاهلي. وبالنسبه للرجال بعد يعني ما امس خسروا من نادي الاتحاد السكندري في المباراه اللي جمعت ما بينهم على صاله الشرقيه للدخان، انتهى اللقاء بفوز الاتحاد السكندري 72-71 بفارق نقطة واحدة بس. الاتحاد السكندري بيلقب ببطولة السوبر المصري. الفريق النهارده هيكون في راحة سلبية من التدريبات وهيعود مرة أخرى للتدريبات بكرة إن شاء الله استعدادا لبرضه يعني أول مباراة في السوبر دوري السوبر للرجال يوم السبت أمام نادي مصرية للاتصالات. والمباراه يعني هتقام هنا ان شاء الله على صاله الامير عبد الله فيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. ده بالنسبه لكره السله في النادي الاهلي. بالنسبه لكره الطايره خلينا نتكلم عنها شويه، ويعني فتيات الذهب سيدات الطايره بقياده الكابتن حمدي الصافي النهارده ان شاء الله هيواصلوا تدريباتهم على صاله الشهداء الساعه 3:30 استعدادا لمباراه يوم الجمعه امام نادي هليوبلس، والمباراه يعني اللي هتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله الشهداء. ده هيكون ضمن منافسات بطولة الدوري للكرة الطايرة. كمان الطايرة رجال هيتمرنوا النهاردة إن شاء الله على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. الفترة الصباحية هتكون يعني النهاردة إن شاء الله الساعة 10، يعني من حوالي نص ساعة بدأوا التدريب على صالة الأمير عبد الله فيصل، والفترة المسائية هتكون النهاردة إن شاء الله الساعة 6 مساء على نفس الصالة استعدادا ل المباراة القادمة واللي هتكون برضو يوم الجمعة الساعة 6 أمام نادي الشرقية للدخان. المباراة دي هتكون يعني هواند في الدور التمهيدي الثاني
للدوري الكره الطايره رجال، بيستعدوا لهم يعني الفريق الاول الكره الطايره الرجال بيستعدوا لهم بشكل قوي جدا، عشان يعني بعد فتره الدور التمهيدي الثاني هيدخلوا في الدور النهائي استعدادا، يعني كل ده بيكون في اطار استعدادا لدوري بطوله الدوري للكره الطايره. يعني دينا هواند كانت اهم وابرز الاخبار والاجواء هنا في الفتره الصباحيه من مقر النادي الاهلي بالجزيره. انا يعني معاكي طبعا لو في اي تساؤلات او في اي استفسارات، والان العوده مره اخرى للاستوديو، كلمه ليك انا هواند، تفضلي. نشكرك جدا يا سالا على الاخبار دي والتغطيه دي، شكرا ليكي.